بوابة أخبار اليوم. كل سنة وأنتي طيبة ومبروك العملية ميسي وكوب واحد آدم. ونتكلم الأول عن العملية ميسي واختلاف الدور كان بالنسبة لك، وكمان وجود شخصية إيرج في المسلسل ده كان حاجة مختلفة عن السنة. مسلسل العملية ميسي كل أقدر أقول عليه إن هو مسلسل جديد من نوعه، خارج الصندوق، فانتازيا، يعني حالة جديدة جدا. مسلسل بطل غير ده خارج السياق، يعني احنا اوريدي خرجنا بره المعتاد وبره المألوف، وده اللي شجعني على اني اعمله، واللي شجعني بعد العرض اكتر وحببني اكتر في المسلسل وخلاني ابقى يعني راضي عن هذه التجربه هو حب الاطفال الشديد لمسلسل العمليه ميسي، والكبار ايضا. بس يعني ده كان كل اهتمامنا انه القرد ما يبقاش مرعب للاطفال ويحبوه ويشوفوه شيء مبهج ويشوفوه انه حاجه لطيفه ومحببه يعني. تمام. كمان تفاحة آدم كان مختلف تماما بالنسبة لبشرة، وكانت مقدمة فيه دور شرير جدا، ده جديد كمان عليها قوي. فكرة انك تقدمي دور شرير، يعني بيبقى الممثلين بيبقوا خايفين انه يبقى فيه يأثر على جمهورهم ويكرهوهم. لا، الجمهور دلوقتي بقى أصبح أكثر وعيا، عارفين إن ده تمثيل وعارفين إن دور الشر ده اجتهاد من الممثل إن هو يعمل دور شر. مش شرط يبقى هو كده، لأن برضه مش شرط كل واحد بيمثل إنه طيب يبقى في الحقيقة طيب، ممكن يبقى شاطر قوي كممثل لكن هو في الحقيقة مش بنفس الطبيعة يعني. فأنا ما بزعلش خالص جدا، ما بزعلش خالص من الأدوار الشر، بحبها جدا وبتستهويني وبروح لها، لأن هي حتى بتخليني إنسان أفضل في الحقيقة، لأنك بتطلعي طاقة غضب وطاقة شر وطاقة سلبية كتير جدا في الأدوار اللي بتعمليها، فبتكوني أهدى نفسيا حتى في الحياة وأكثر تسامحا في التعامل مع الناس. وهي فيها تحدي حقيقي وأدوار بتبقى مركبة، وهي طبيعية لأنه ما فيش حد على وتيرة، ما فيش حد طيب طول الوقت، ما فيش حد شرير طول الوقت. فلا، ما بتخوفيش خالص، بالعكس ممكن أفضل أعملها وأتخصص فيها كمان. تمام. ممكن أعرف مني تابعتي إيه في رمضان السنة؟ تابعت طبعا سجن النساء، نيلي، أي حاجة فيها نيلي كريم هبقى تابعتها. نيلي سجن النساء طبعا، وأبدعت هي وروبي الحقيقة مع كاملة بوزيكي، ومسلسل وخطاب طبعا عملت دور عظيم. كمان مسلسل سبع وصايا، وتابعت كمان سرايا عابدين، عجبني الإبهار اللي في الصورة وفي الأزياء وفي الديكور وفي الإخراج والمزيكا. الموضوع اختلفنا متفقنا معاه، دي موضوع نتناقش فيه بعدين، لكن المجهود واضح جدا وصريح ومبهر ويشد المشاهد يعني. طبعا ما كانش فيه وقت جدا اني اتابع اعمال تانية كتيرة، لكن كنت بحاول على قد ما اقدر اتابع اللي اقدر اشوفه يعني. احنا كنا بنصور 16 ل 18 ساعة. دليدا ان شاء الله 2015، لكن يعني حتى لو اتأجل كمان 2016 انا هكون سعيدة عشان ياخد وقته في التحضير وفي التنفيذ من غير الكروتة المعتادة بتاعت نصور ونذيع على الهواء. دي من عيوب المهنة اللي لازم نتخلص منها. في سينما قريب ان شاء الله؟ انا بقرا يعني اكتر من عمل سينمائي، في مشروع انا بكتبه يعني مع كاتب سينمائي عايزه اقدمه للسينما. لسه ما يعني ما اخترتش هنتجه ولا مش هنتجه، بس لسه يعني في اطار التحضير يعني. موضوع معين انا عاجبني وعايزه لسه كنت هقول لك اكيد حاجه طالما انت هتكتبيها يبقى حاجه مختلفه، حاجه جاده يعني. ان شاء الله يبقى موضوع يعني المواضيع الاجتماعيه الجاده ان شاء الله. وبحضر الالبوم الغنائي ان شاء الله، وده اللي واخد وقتي علشان اقدر او الحق انزله في العيد الكبير ان شاء الله. ان شاء الله احنا بنتمنى لك التوفيق يا بشرى.